مضرة أصحاب السوء على الإنسان وضرر رفقاء السوء على الإنسان مما لا يخفى على المسلم. وقد ذكر عز وجل أمثلة على مضرة هؤلاء على دين الإنسان، وذلك في قوله تعالى عن ذلك الرجل في سورة الفرقان، قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال عز وجل عن أحوال الأخلاء، قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر جل وعلا عن ذلك الرجل الذي من أهل الجنة كيف أنعم الله عز وجل عليه بعدم إلحاق ضرر رفيق السوء عليه، إذ هداه الله جل وعلا، قال: قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما ذكر عن الرفيق الضار، قال: كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان تستنبط من موقف أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب، فإنهما حظاه على أن يبقى على ملة عبد المطلب